بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمه تعالى وبركاته. قلتو انا شرفت لي ملكه سرو دم ولبا صلى الله رافيدا اكدا ودا وركرا ونمي ورتل كارلادي وهرابن مخمسه وتاردنيا كبغنتتم الى تبلشنات لمده كل وقت افرت لندور كوركاني سنكدغ مال دونت يا ولبا كوميداها شركه ولا تردو قرن او مالن سدهات وسغلا هيا ولبا مغالدا مقدشه كدريره شركه ولا تردو قرن او اس تلاذي وكفرهم يبلدك مقدشة غارهان فيلا الصومالية شركية وليبا أسو قلها يمالان تسدهات يلون أغاينو وليابو ديراتك أسو لون كدوه وهي أما أجان داغ وفدو سوغا ميوريز الوزارة حكومة فدراك الصومالية أو ديري بحرين أو استمو يوركوني فافاحي دونا رئيس الوزارة حكومة فدراك الصومالية حمزة عبد البر يوس ديري بلدك منا مئدالك بحرين ميلو سوكو قيب غالدونا ميرتد صدن يسدهات شر مدهاتك جامعة دا عربتا وزيرك أمور بنانك أي إسكالدوك أعلم ميجي أي دولة فدرالك صوماليا من معلم فيجي يوسك وربي أميدا يا صوماليا لاتم ارتدن صدن يسدهاد دا شركة جامعة دا عربتا أو رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا حمزة عبد البر وسوك وقيب قالها بلدك ما نما إدالك بحرين شرفوين بينو أحيد إنا كسودو وينو رئيس الوزراء حكومة فدرالك صوماليا مدني حمزة عبد البر بقال هذا منامو وبقال ملح إدالك بحرين أو قد عيو مرتدى صدحية صدنات أورك جامعة عربتة وهل كان شركة دي كله رنتي شركة أجندها وو وين ودلك الصومالية نوجرة وحيت هاي وأن سيبس ليني كلها يدلك دولة الصومالية جارتي كجارتي حقا لدقالك ككو حارقة حسدة نقالها دين عفسكي إن عنا قوتين تهوب كل غادي إيه قولها كله من لماذا ذلك إيه ما تحبنا نديس لبو إلى علينا يو إيه قرد الرضا دولة إثيوبيا أي كسوة قرد الرضاي يكون سكون الضيدين يكون حد كتبته ما تحبنا ندا إيه وذا جركة وما ذا الصومالية إن شركة مركا وحك سوة بحدونا صومالي وجرة قانو أرمها سلاح حريرة وآد مهم وآه إن سيدوك لو حلو تاجرية سومالية إن حمين كان نقطه قلها أمنية إن أيها وضم هذا عرب طرمي عشان لبيء لو أتنك دلبة أي كت هاجرين كقرب تاجين وإن عديان سومالية إن أي كم نقطه حبناها إن جو ابتدى هين يقولها أمنية دمان إيو قامه فلسطين الحريرة كو وضم هذا عربته أرميه ذاك الدول السودان الحريرة سوريا دمان أرمها صدمي قيب كيهن رزارها قرشي سوحي هاي إنو لكلمه ما لحظة دلالك عربيت بغرادة إيه ملحوينياش إيه رزارة زارياش سوجرة إن إنتي أصوف تقشة إن شركة شردو عادية ولا يشو أو يستمو ورتال كارلادي مقدشو دولة دا أمريكان كا تلسك إذن كحوق دالك صوماليات يكوري جدي بابور دقال لنغتر دقال أميركا على الشباب عبد الرزاق مهندس يوركوني فافاهي دونا تلياغا عيدان كحوق دالك الصوماليات سرياقاس إبراهيم الشيخ محدين يك دولة دا مريكان ككل وريغي باور دقال أولان كتالقال عيدا مدا كوماندوس كحوق دالك الصوماليات إدنب باورتون يلان كتالقال إني يوكو هول غران قوتة دا تميلي حات إي كوماندوس كدنب وليبانا تلياغا عيدان كحوق دالك الصوماليات وسو كل وريغي مقدشة سيهياغا حلكا سفيركا دولة دا مريكان كي الصوماليا شين أل يا تلياقة عيدن كحوق دالك الصوماليات كوريجي باورتون او ايهان ديقالكا لانك تلقالي دينيقى كالا تليا إبراهيم شيخ محدين عدو يا دولة دا امريكان كونكو ماهد ناقي كالان تموقتو او ايو كقادتي دي بنساوكا عيدن مادة ايو سدي ينقرب سرنين عيدن مادة صوماليات عبد الرزاق عبد الله آدن ورتيالك أرلاضي بلدك مقدشة ودوميا قولا شيبك بارماك جمهورية دا فدراك الصوماليا او دالك جبوتي سنكو ماهد ناقي دغالكا على شباب او استمو يوركونين فافاهية شيغادن محمد نور مدو بيقدو مياغا قلاش يبكا بارلمانك جمهورية دا فدرالكا سوماليا او سوخد بدك جيدي فافتغوكا كل فردكو مدى كل فردية دا بارلمانك ودنك جبوتي يو سنكو مهن ناقي دولة دا جبوتي شيبشا سديا مركز دن قرب سرونين شيبكا يو دولة دا فدرالكا سوماليا وليوس هادل قاداي دورك عيد مدى هيل ولالي جبوتي وكو قادلين dadaalka dhulkeed kan billeeran ee deegaanada maamulka Hirshabeelle ku kooray ala shabaab suugowka amniga magaalooyinka ugu weyn ee gobolka Hiiraan iyo xasilloonka siyaasadda Soomaaliya
سلمدا ما وش شاقة يني جبوتي تدل كل ما ده سوماليا وان يومكم ما نقا يني مركز جبوتي وقرب سورين دولة ده يشيب كسوماليات سلمدا شاقة مدو ويا وزفافين كبي قولوا دولة فدرال كسوماليا وقديرتي ده قال كوه على الشباب يا دولة ديس كسوماليا سنة دوجين كدم بي دل كسوماليا وحا كنت اللابسة دي سنة دي ودن بيي حرمر laga sameeyay xagga amniga gaar ahaan la dagaalanka argagixisada iyo kasamada bixinta umada Soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada qalabka sida ay Soomaaliyeed oo kaashanaya ciidamada Artemis oo ay ka mid yihiin ciidamada heel walaal ee jamhuuriyadda Djibouti in ay ka xoreeyaan deegaan badan iyo degmooyin iyo gobollo badan ay argagixisada gacanteeda ku jiray waxaan dib u habeyn lagu sameeyay dhammaan ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya taas oo suurtagelisay in dalka amnigiisa wax weyn iska bedelaan arrinta koowaad waxa tallaabooyin fiican laga qaaday dib u heshiisiinta iyo kalsooni dhiska shacabka Soomaaliyeed oo muddo badan ku soo jiray burbur iyo dagaal sokeeye taasoo aad og tihiin gacanta weyn ay ka geysteen walaalaha reer Djibouti oo hoggaaminayo madaxweyne Umar ibn Ismaeil Umar Geele mudane guddoomiye madaniyaal laga soo bilaabo shirkii carta labada kun lagu soo dhisay dawladdi ku meel gaarka ahayd maalintii ka dambeysay waxa soconayay dadaalo lagu soo xoojinayay dab u heshiisiin shacabka Soomaaliyeed kaas oo suurtageliyay in dawladdiska Soomaaliyeed meel fiican u soo gaaray kaas oo saas oo kale runtii aad ogtihiin walaalyaal talaabada ugu muhiimsan garab istaageedii maartay ee dawladda walaalahayna Djibouti oo uu hoggaaminayo Ismaeil Omar Geele kow ka ahaa uu istimo wartel karlaadi Muqdisho hay'adda tayadorka qaranka oo dekada beledka Muqdisho iyo qowte Burqooyon kaas oo dhowr ee dhowr kun toonadood kaasay oo la faday inay u soo lejeeyay suuqyada beledka Muqdisho oo halaska ah nololo iyo tan deegaankaba way hay guultooda sharafta leh waliba meelaha gabagabeeyana warkiraan meel warte karlaadaysan ku guuldaasan warkaan oo shaabe sheekh bari yasiin dareysi ayaa waa istimo ayaa saari fardowsir in kamra noosadaas intoorun kulamada uu reedan kulmaan noosku doon waliba si ugu tabaanay xiraafayla